تحتفل محافظة مطروح في هذه الأيام بعيدها القومي ومواكبة للفعاليات التي تجرى هناك. انضم إلينا عبر الهواء الآن الزميل محمد مجدي مفتن إلى مطروح. أهلا بك محمد، وقف بنا على آخر التطورات لديك. محمد، هل تستمع إلي بوضوح؟ بالطبع، تتهيأ محافظة مطروح للاحتفال بعيدها القومي، حيث سيستمر برنامج الاحتفال طوال 3 أيام. يبدأ البرنامج بصباح الأربعاء يوم 23 من أغسطس، حيث يتم افتتاح المرحلة الأولى لإحدى المشروعات الاستثمارية الكبرى بالعالمين، والذي يبلغ إجمالي تكلفته الاستثمارية 14 مليار جنيه. ويصاحب الافتتاح عرض لليخوض بشواطئ مطروح بمشاركة جميع الأجهزة ومستوفي المحافظة. وفي مساء الأربعاء 23 من أغسطس ستقام احتفالات أضواء المدينة بهضبة عجيبة، وسيحيي هذه الحفلة المطرب وائل جسار والمطربة ريهام عبد الحكيم، وسيكون إيرادها لصالح صندوق تحيا مصر. في يوم الخميس الرابع والعشرين من أغسطس ستنظم مسيرة احتفالية بالعيد القومي بشارع الأسكندرية من أمام المستشفى العام، تتقدمها الموسيقى العسكرية وفرقة مطروح للفنون الشعبية. وفي هذه المسيرة سيتم إيقاد الشعلة ثم التحرك إلى طابور العرض بكورنيش المدينة، والذي يتضمن عرض لكافة المعدات والأجهزة الحديثة التي تم إضافتها للخدمة بجميع المديريات والأجهزة العاملة بالمحافظة. في مساء الخميس يتم عرض الخطة الاستثمارية وكافة إنجازات وجهود المحافظة في توفير الخدمات والبنية الأساسية للمواطنين. يليها انطلاق الألعاب النارية من شاطئ رومل ابتهاجا بالعيد القومي. في يوم الجمعة 25 من أغسطس سيتم افتتاح متحف رومل بعد تطويره بحضور الدكتور خالد العناني وزير الآثار، وذلك بعد إغلاق لهذا المتحف دام 10 سنوات. في مساء الجمعة سيتم توقيع عدد من العقود الاستثمارية بمكتبة مصر العامة، منها مشروع ديزني لاند والذي يبلغ تكلفته الاستثمارية 2.5 مليار دولار، ويعقب بعد ذلك بمؤتمر صحفي. وعلى هامش الاستعدادات للعيد القومي، قام اليوم اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح بتوزيع 305 وحدة سكنية بمنطقة الكيلو 4 شرق مدينة مطروح ضمن مشروع إسكان المحافظة، والذي تم من خلال القرعة العلنية للمستحقين من أبناء مطروح. بالطبع ستكون مطروح محط اهتمام وسائل الإعلام في الأيام القادمة. سنوفيكم بتغطية متميزة في احتفال مطروح بعيدها القومي. زميل محمد مجدي من أمام شاطئ الغرام بمحافظة مطروح كنت معنا على الهواء، شكرا لك على هذه المداخلة.